حنا كنعرفوا الدور اللي كيلعبوه السيدات والسادة المحامون والقضاة من أجل أن يصل المغاربة إلى المحاكمة العادلة وإلى العدل. وتنعرفوا أيضا الأدوار الطلائعية والمهمة اللي لعبتها السيدات والسادة المحامون في التاريخ ديال المغرب المعاصر خلال سنوات الجمر والرصاص، ولا يعني ملي كانت دارت هذيك المؤسسة لتحقيق العدالة الانتقالية هيئة الإنصاف والمصالحة. يعني احنا كنعتزوا بمحاميات ومحامون ديالنا، وفي نفس الآن كنقولوا بأن بلادنا اليوم أمام الإكراهات الكبيرة اللي كاينة في العالم وفي المحيط ديالنا وداخل بلادنا، وأمام الإكراهات القوية والضغوطات التي تمارس على بلادنا، نحن بحاجة إلى بناء دولة الحق والقانون وإلى بناء الدولة الديمقراطية. وفي هذا الإطار يعني كنعتبروا أن الهيئة المحامون واحد الصرح أساسي ومهم اللي يمكن له يساعدنا في هذا الاتجاه. ونحن ما فاتئنا نطالب بإصلاح نظام العدالة في بلادنا، ماشي غير من أجل الملائمة مع المواثيق اللي احنا وقعنا لها، ولكن من أجل أن يلعب هذا النظام ديال العدالة في بلادنا الدور ديالو في بناء دولة الحق والقانون وفي بناء الدولة الديمقراطية، باش نضمنوا عبرها يعني المواطنة الكاملة والعيش الكريم لكل المغربيات والمغاربة. اليوم تنشوفوا بأنه الإصلاحات التي تطال المنظومة ديال العدالة واللي احنا بغيناها غادية في اتجاه معاكس لما نريده. أولا القانون ديال المسطرة المدنية جاب بعض التعديلات، ولكن في نفس الآن كيضرب في العمق وفي الصلب الهيئة ديال المحامون. كيف يعقل أنه غدا المتقاضين يقدروا يمشيوا يشكيوا لأي محكمة بدون محامي؟ هادشي راه ماشي مقبول. المحامي هو اللي غادي يوريك الطريق، هو اللي غادي يعطيك الاستشارة القانونية الصحيحة، هو اللي غادي يوجد. لأن إلا قلنا اليوم 5 مليون القضايا كتعرض على 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 المحاكم، وعندنا يلاه واحد يعني 3500 ديال القضاة، كيفاش يمكن القاضي أنه بناء على واحد الشخص لا علاقة له بالمحاماة هو اللي يجيب الملف وهو اللي غادي يبين الاختلالات؟ إذا هذا خطأ كبير. اليوم وختم التصويت على المسطرة المدنية، قانون المسطرة المدنية في البرلمان اللي هو يعني دون المستوى إذا بغينا نقولوا، باش يشرع بالاتجاه الصحيح اللي خص البلاد ديالنا. اليوم راه دابا اليوم القانون مطروح على مجلس المستشارين، كنتمنى انهم يرجعوه وانه تتم المراجعه ديال هذه الامور هذا بالاتجاه الصحيح، كما عبر عن ذلك يعني الهيئه المحامون، وحنا معاهم نساندهم وكيف عبرنا كمعارضه، ولكن لم يتم الاستماع الى صوتنا. اليوم مع هذا المشروع ديال القانون مسطرة الجنائيه كيبان واحد التراجع كبير على الاقل في الماده 3 والماده 7، الماده 3 اللي يعني كتقيد الدور ديال النيابه العامه، ستنتظر تقارير تجي من مجلس الاعلى للحسابات وجهات اخرى، عاد يمكن لها تباشر العمل ديالها وتتواصل مع السيد وكيل الملك باش تاخذ العداله مجراها. نفس الشيء بالنسبه للماده 7 اللي هي كتضرب في العمق المجتمع المدني، ما كاينش دوله تقدمت الا بمجتمع مدني حي وضابط الحقوق وضابط القوانين. اليوم كتقول بان الجمعيات ديال المجتمع المدني ما عندهاش الحق انها هي اللي تقدم الشكايه، لا، كاينه جهات تم تحديدها هي. وهذا المجتمع المدني شنو غادي يعمل؟ هذا المجتمع المدني الدور ديالو التنديد، الدور ديالو هو كيقدم، هو ما عندوش الحق في المتابعه ديال الامور ولكن يقدم. ولهذا حنا كنعتبروا هذه المنحه اللي دخلت فيها هذه الحكومه بعد ما سحبات ذاك القانون ديال معاقبة وتجريم الإثراء غير مشروع، أنها غادية في واحد المنحة اللي هو باغياه المؤسسات الدولية، اللي هو ضرب الحقوق وضرب الحريات وضرب المكتسبات. وهذا الشيء راه كتصدى له يعني الهيئات ديال المحامون بواحد الشكل اللي هو حضاري وقوي، وحنا معها كمناضلين شرفاء في هذا الوطن نريد إصلاح منظومة العدالة وليس ضرب المكتسبات. وخاص المشرع غدا يكون غادي بهذا الاتجاه الصحيح، انه يشرع فيما فيه مصلحه تحقيق العداله وصيانه حقوق المواطنات والمواطنين.